السلام عليكم. كثير من الاتصالات اللي جتني في خصوص زيادة الرسوم من 6 فلوس ل 100 فلس، يعني انا مزرعتي 600 دينار ادفع عليها، الحين راح ادفع عليها 10,000 دينار، فرق وايد. بس الحمد لله قالوا استثنوا منها المنتجين، الامن الغذائي المنتج ما تحوشه هذه الزيادة. بس ها خلاف على المنتجين، من المنتجين؟ قال المنتجين اللي ينزلون بالفرضة اللي هو المزاد. والثانيين اهل النخال اللي زارعين اعلاف، اللي زارعين ورقيات، حنا مالنا في ناس مدبر حالها ما تبي تنزل، هي قاعد تنزل على عقود وكذا كذا. صار كلام طويل عريض حقيقه. اليوم اتصلوا في الهيئه بشروني، قالوا خلاص كل المنتجين، والقياس اللي هو شنو؟ اللي هو الاحصاء اللي يسوونه هيئه الزراعه. وقالوا لي هيئه الزراعه بلغ الشباب انه ترى راح يشدون في قضيه الاحصاء، يعني انت زارع صح اوكي بيشدون بهذا الجانب، بحيث انه اللي عنده زراعه ما تحوشه هذه الزياده. مبروكين على المزارعين.